اسعد الله اوقاتكم متابعينا بكل خير، واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد على قناتنا اوتوسكان. اليوم حلقه جديده يا رب تعجبكم. اليوم عنوان حلقتنا حتكون عن اجهزه برمجه السيارات وعن الوصلات المستخدمه في برمجه السيارات وفحص السيارات. حيكون عنوان حلقتنا كيف ان اختار الوصله الصحيحه وكيف انا اقوم بتحديث هذه الوصلات وكيف عمليه الشراء وكيف يتم تفعيل الوصلات الخاصه بفحص السيارات. حيكون موضوعنا عن وصلات السينك دياج وكيف انا اختار الوصله الصحيحه وكيف هو ايش هو البرنامج الصحيح اللي انا بتم تنزيله على الموبايل او على التابلت، ايش هو اختيارك افضل تابلت لعملية البرمجة، وكيف انا اختار التابلت الصحيح، وهل انا بامكاني تشغيل هذه الوصلات على الموبايل، وايش انا اختار افضل موبايل او اختار اللي هو نظام تابلت. حلقة جديدة يا رب تعجبكم. قبل ما تشوف هذا الفيديو تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس ليصلك كل ما هو جديد في عالم برمجة السيارات الحديثة وبرمجة المفاتيح. في البداية خلينا نشرح ايش وظائف وصلة السينك دياج. طبعا وصلة السينك دياج بتدعم لك قائمة كبيرة بكل انواع السيارات وظائف اخرى، يعني مثل فحص المحرك، فحص نظام الاي بي اس، فحص نظام الايرباك. يعني الوصلة بتدعم لك كل وظائف السيارة. هي اول نقطة، هي الوصلة تستخدم في فحص وتشخيص اعطال السيارة. من خلال الوصلة بامكانك عمل وظائف اخرى وبرمجة الانظمة، كمثال برمجة بعض القطع الخاصة بالسيارة، برمجة نظام الاي موبلايزر، برمجة نظام الريموت كنترول، او في حال برمجة القطع، يعني كمثال في حال كان زبون قام بتغيير قطعة من السيارة فالوصلة بتأهلك لبرمجة القطع الخاصة بالأنظمة مثل نظام المحرك، بعض الحساسات أو بعض القطع الخاصة بالسيارة. هذه الوصلة السينك دياج تستخدم في فحص وتشخيص أعطال السيارة. الآن نركز كلنا مع نقطة معينة. في عنا الكيبل الخاص بالوصلة، هذا الكيبل لعملية نسيان الوصلة، يعني بذكرك هذا الوصلة أنك أنت شابك الوصلة داخل السيارة. يعني في حال أنك كنت شابك وصلة السينك دياج في السيارة فيمكنك انت نسيان هذه الوصله، فالكيبل هذا بيساعدك على تذكير انك سابق الوصله داخل السياره. بضبط شكلها اللي هي هذه الوصله. الان اتفقنا كنا مع بعض اللي هي وظيفه وصله السينك دياج هي عمليه فحص كل الانظمه الخاصه بالسياره. طب انا كيف اتاكد ان الوصله هاي بتاهلني اللي هي الوصله الصحيحه اللي انا قمت بشرائها؟ طبعا كنا عارفين انه في عباره عن سيريال نمبر، رقم الوصله. اول نقطة عند عملية الشراء لما تشتري هذه الوصلة من البائع بدك تذكره بنقطة معينة، هل هذه الوصلة هي بتشتغل على برنامج دياج زون او على برنامج اللانش برو؟ طبعا في حال انا قال لك الزبون طبعا تشتغل فبالحالة بامكانك شراء الوصلة الخاصة بشركة سينك دياج. طبعا بعض الشركات في منها عدة انواع هذه الوصلة، في منها بعض الوصلات تفعل للسيارات لمرة واحدة. كيف لمرة واحدة؟ يعني انت بتشتري هذه الوصلة بتكونش مفعل فيها كل السيارات، يعني انا بشتري الوصله من البائع بقوم انا بتنزيل سياره واحده فقط. كيف سياره واحده؟ يعني انت بتشتري هذه الوصله بتنزل على هذه الوصله فقط سياره واحده. يعني انت كمثال انت بتشتغل في مجال السيارات، عندك سياره بقوم انا فحص السياره بتنزل هذه الوصله بس عليها نوع السياره اللي هي ايش لك، يعني مثلا سياره من نوع سكودا، من نوع كيا، من نوع هونداي، بتنزل فقط عليها شركه واحده. هذا اول وصله. لكن احنا كفنيين مهنيين بنعمل في هذا المجال بلزمنا انه يكون الابديت كامل للوصله. فبالحالة دي قبل ما اقوم انا بالشراء بسال البائع اللي بقوم ببيع هذه الوصله، هل هذه الوصله مفعله فيها اول سيستم اللي هي اول سيستم كل الانظمه الخاصه بالسياره وكل ماركات السيارات. يعني ننتبه من نقطه واحده انه هل هذه الوصله هل هي الوصله اللي فيها تفعيل كل السيارات ام فيها تفعيل سياره واحده. تمام. النقطه الثانيه، في عندنا موقع في الاسفل اسمه موقع دياج زون. هذا الموقع دياج زون بعد انت عمليه شراء الوصله في عندنا السيريال نمبر اللي هو رقم الوصله، بقوم انا بدخل هذا الرقم على الموقع. الموقع بديك اللي هو ايش عمليه تسجيل في الموقع لتنزيل البرنامج الخاص بالوصله. طبعا لو كان في اي خطا في السيريال نمبر او في الكود مش هيدخل عندك على الموقع، مش هيديك اللي هو تفعيل الموقع اللي هو البرنامج دياج زون او لانش برو. طبعا هو البرنامج روسي لكن بعمل بشكل ممتاز على وصلات السينك دياج. الان ننتقل للخطوه الثانيه اللي هي اختيارك الى التابلت. ايش الافضل، هو استخدام تابلت او استخدام موبايل؟ طبعا انا بفضل استخدام تابلت وعمليه سلاسه في عمليه الاستخدام. بامكانك اختيار تابلت يكون دقه الشاشه واضحه فيه ويكون اللي هو سريع في عمليه الاستخدام وعمليه الفحص. يكون هو مثلا كمثال يكون عندك الرام 4 جيجا اللي هو عمليه الاستخدام وعمليه السرعه في استخدام التابلت. هذه النقطه اللي هي مميزه في التابلت اللي هو النقطه الثانيه اللي هو اختيارك الى التابلت. هذا تابلت بتم في تنزيل البرنامج الخاص بفحص وتشخيص اعطال السيارات. عندي الان الكابل، هذه عباره عن تطويله، في عندي الكابل المسؤول عن عمليه الفحص. الان هفك الان الكابل المسؤول عن عمليه الفحص المستخدم في فحص وتشخيص اعطال السيارات. لاحظين عندي هذا الكابل عباره عن مدخل،
في عندي بالسياره مدخل الابديتو، لاحظين عندي بالجانب هان في عندي عباره عن مدخل بتمشى بكل مدخل بالسياره، هذه عباره فقط عن كيبل تطويله، يعني عباره عن مدخل ومخرج لشبك بالسياره. عندي الان المدخل هذا بقوم انا بشبكه في السياره، بامكانك فقط شراء الوصله هاي وتنزيل هذا البرنامج على التابلت او على الموبايل حسب انت ايش بترغب، ما في اي مشكله. لكن انا بفضل عباره عن تابلت لعمليه استخدامه في عمليه الفحص وعمليه التشخيص. هذا هو عباره عن تابلت مثل ما لاحظين عندي هان في كل انواع السيارات. لاحظين عندي هاي الواجهه الخاصه بالبرنامج، حطل انا من البرنامج الان، اقول اوكي. لاحظين عندي هاي الواجهه عباره عن تابلت، عندي هاي البرنامج الرئيسي اسمه اكس دياك. لاحظين عندي في واجهه الرئيسيه الخاصه بالبرنامج، طبعا مثل ما اتفقنا بامكانك انك دايركت تدخل على السياره دايركت بدون ما انت الحاجه لتعرف نوع السياره. في عندي خيار هنا، عندي هنا لاحظين هذا الخيار اسمه دياجنوسيس، وعمليه اتصال عباره عن دائره اللي بيتم اتصال بين السياره اوتوماتيك. يعني عندي هذا المدخل، لاحظين عندي هذا هيك بشبكه عندي وين بالسياره، عندي مكان مدخل اوبدي 2، انا حستخدم اللي هو عندي الكيبل، وعندي المدخل الثاني بشبكه عندي على السياره. هذه فقط لعملية التوصيل على السيارة. أظن دهان هذا المدخل متعارف عليه في كل أنواع السيارات اللي هو اسمه مدخل الأوبدي 2. بشبك أنا المدخل عندي على السيارة لعملية الفحص. لاحظين عندي حتديني الإيصال صوت إنه هو عم تمت عملية الاتصال، بشبك عند الوصلة. يعني هذه عبارة فقط عن تطويلة بالسيارة لحتى انت لا تنسى الوصلة داخل السيارة الان.